خنجانا وسرحنا ابو بعد غيابه وبقاله زمان كانه يقولوا شهر. السلام عليكم، رمضان كريم. حلقة النهاردة عن موائد الرحمن. المؤرخين بيقولوا إن موائد الرحمن بدأت عند هارون الرشيد. كان بيعمل مائدة كبيرة في قصره، وكان بينزل يتنكر في وسط الناس ويسألهم الأكل عجبهم ولا لا. الرواية التانية بتقول إن أحمد بن طولون هو أول واحد عمل مائدة رحمن. أما الرواية التالتة وتقريبا هي الأهم، هو المعز لدين الله الفاطمي. الراجل ده كان بيعمل مائدة كبيرة، وكان بيخرج من قصره حوالي 1100 حلة كبيرة فيها أكل من كل الأنواع، وكان بيوزعوا الأكل ده على الفقراء، لدرجة إنهم بعد كده عملوا حاجة اسمها دار الفطرة. أما في عصر العثمانيين والمماليك والإنجليز والاحتلال، كانت الموائد قلت بشكل كبير جدا، وكانت جمعيات الخيرية هي اللي بتقوم بالكلام دوت، لحد ما جت فترة الثمانينات والموائد رجعت تاني، والشوارع بقى فيها أكل لكل الناس، الأغنياء والفقراء. ورمضان كريم. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو.